عارف يدخل البيت المصري ويستقر جواه ويبني مع الأسرة المصرية من الصغير للكبير علاقة. الحقيقة خلاص بقى صعب إن حد يعني يصارعوا فيها أو ينافسوا فيها. وأيضاً أجاد جداً جداً السينما والتلفزيون، ودايماً كنا نتخيل إن هو هيفضل متمسك بالجانب الكوميدي لغاية ما هو ظاهر قرر إنه هيغير جلده السنة دي وشفناه بشكل جديد خالص. تعالوا نشوف جائزة الإبداع في الدراما كانت من نصيب مين من النجوم. جائزة الإبداع في الدراما باستفتاء الجمهور لعام 2022 للنجم هاني رمزي. فيش مايك أقصر من كده شوية؟ كل سنة وانتم طيبين، وسعيد جدا ان انا موجود في وسطيكم واني بتكرم في وسط كوكبة عظيمة من الفنانين ومن المبدعين ومن الرياضيين والاعلاميين والمطربين وكل الناس. يعني بشكر الجمهور اللي صوت على الجائزة ديت، بشكر مجموعة وشوشة الأستاذ علاء الكحكي وصديقي الأستاذ أحمد، وبشكركم جدا على يعني الجائزة، جائزة غالية عليا فعلا. عايز أقول كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله.